أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم وصفتنا في ريحة الأمهات والجدات والتاريخ والعبق الجميل، اللي هي وصفة يخنة البطاطا الشهية. جربوها على طريقتي وإن شاء الله إنها رح تعجبكم كتير. أول إشي منقطع البطاطا مكعبات، وأنا حطيتها بالمي لحتى أقليها حتى إنها ما تسود معي. وعندي اللحمة سلقتها مع المطيبات، حطيت معها بصل وهيل وورق غار، وحطيت معها قرنفل وما حطيت ملح حتى إنها ما تشد معي، وتركتها تستوي على راحتها. وبهاي الأثناء جبت رز مصري حبة قصيرة، غسلته كتير منيح ونقعته. بعدين البطاطا حطيتها بالفرن الكهربائي أو القلاية الهوائية، وحطيت عليها شوية صغيرة من الزيت وحركتها ودخلتها بالفرن. بتقدروا إنكم تقلوها قلي، بس أنا ما بحبذ القلي العميق، دايما خلينا نخلي الوصفة صحية قد ما بنقدر. خليتها 20 دقيقة على حرارة 220 مع التقليب، وجهزت جنبها أطيب رز بالشعيرية. طريقته كتير كتير سهلة، شوية زيت مع الشعيرية أول ما يعطيني اللون الذهبي مننزل عليها الرز، بعدها منحط الملح حسب الرغبة والمية السخنة، ومنتركها تغلي. وأول ما تغلي بوطي الغاز وبتركها على راحتها. وبعديها قطعت كزبرة ناعم وفرمت التوم كتير ناعم، وهلأ هيك عندي البطاطا جهزت. خليتها أنا تقريبا تستوي 75%، نزلت عليها اللحمة راس عصفور مع المية اللي سلقناها فيها. بعديها منحط عليها ملح، بهارات مشكلة وكاري، ومنخليها تتسبك مع بعض تقريبا لمدة 10 دقايق. وآخر إشي بنزل عليهم تقلاية من التوم والكزبرة ومنحطهم عليها، ومنتركها تغلي 5 دقايق بس لحتى تتشرب النكهات. ما تتخيلوا يا صبايا قدي طعمها بشهي. وهاي الأكلة كتير كتير بحبها، وفعليا لما أكون محتارة أو مو جاي عبالي أطبخ طبخة صعبة بعمل هاي الطبخة. فعليا طعمها خرافي وريحتها ما شاء الله بتشهي عبة المكان. وأنا كتير بحب التوم والكزبرة بالأكل، بتقدروا ما تضيفوا حسب رغبتكم، واكتبوا لي رأيكم بالكومنتات واعملوا لي لايكات. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بقناتي لحتى نكبر عائلتنا أكتر وأكتر، ويعطيكم ألف عافية يا رب. وتابعوني لحتى أقدم لكم فيديوهات جاية فيها وصفات كتير زاكية، وكمان باخدكم على أماكن حلوة، وكمان منشارك معكم أي معلومة ممكن تفيدكم. وسلام.